شركة طيبة للتجارة والتوكيلات من أهم الشركات العاملة بقطاع تجارة المستلزم الزراعي في مصر، والحقيقة أن شركة طيبة بتقدم حلول احترافية للمزارع المصري وبتخدم شريحة كبيرة من المزارعين ومن قطاع المزارع بحلول ابتكارية واحترافية وذات سعر مناسب. النهاردة بنقابل المهندس هاني الشيخ، هو مدير المبيعات بشركة طيبة، عشان يكلمنا عن حلوله والبورتفوليو عند شركة طيبة للتجارة والتوكيلات، خصوصا في التعامل في الفترة الجاية في السوق. مهندس هاني مساء الخير. سيد نور يا فندم، برحب بيكي في معرض جرين بلازا، شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله نكون عند حسن المزارعين كلهم واحنا تحت امرهم. بالنسبه للي بتقدمه شركه طيبه، طبعا نظرا للمتغيرات اللي موجوده في السوق دلوقتي، احنا طبعا عندنا بورتفوليو متعدد من المخصبات بالاضافه الى الاسمده التقليديه والاحاديه والكلام ده. المتخصص احنا عندنا مجموعة من الوكالات الاسبانية واليونانية والهولندية، بنحاول نكون مجموعة من العناصر المطلوبة في السوق، وبنخش ببند التغذية المناعية او التغذية التخصصية للنباتات. كل ما هو جديد في عالم التغذية وعالم النظر للتغيرات المناخية اللي بتتم في الفترات الحالية، بحاول ان انا اواكب الوضع اللي موجود، ان انا اخش بحاجات تساعد النبات على مقاومة الصقيع والأجهادات الحرارية. طب عايز أعرف الوكالات، هل تم إضافة وكالات جديدة للشركة، أو هل بورتفوليو الوكالات موجود زي ما هو ولا في تطور؟ لا، إحنا الحمد لله في وكالات جديدة، وكالة ليما البلجيكية، في تحديث لبعض الوكالات بمنتجات جديدة برضو بنضيف بيها للبورتفوليو بتاعنا. إحنا معانا الوكالة الإنجليزية هيدلاند المملوكة لشركة FMC الأمريكية، عندنا وكالة مانفرت دي وكالة أسبانية، عندنا وكالة أوفوكتاريوم تركية، فعندنا مجموعة من الوكالات بنكمل بها البورتفوليو المطلوب مننا في السوق المصري. عايزة أعرف من حضرتك معاك مدير المبيعات، إزاي المنتجات بتاعة طيبة للتجارة والتوكيلات بتشكل ميزة تنافسية لدى المزارع المصري؟ بص حضرتك، ان السوق اختلف، احنا بنشتغل بمركباتنا تخصصية وبالتالي على زراعات معينة. اي مركب بيخدم زراعة مثلا، انا بخلي الموضوع تخصصي اكتر، ايه الاسمدة المتخصصة اللي موجودة عندي في قطاع البطاطس، بكمل البورتفوليو كامل في قطاع البطاطس، ايه البورتفوليو الخاص بقطاع العنب، فبالتالي انا بشتغل على محاصيل تخصصية. بس هي دي الإضافة اللي أنا بعملها الفترة الحالية، غير زمان أنت بتجيب بورتفوليو كامل يشتغل على كل النباتات، لا أنا بشتغل بفكر التغذية، هي اللي بتخليني أخد خطوة لقدام، إيه الاحتياجات اللي أنا عايزها في كل مرحلة، إيه الجديد اللي بقدمه في ظل زي ما بقول لحضرتك متغيرات مناخية، متغيرات سعرية، السوق كله بيتغير حاليا في الفترة دي، فأنا لازم أكون سابق بخطوة شوية. بس ده اللي انا بحاول ان انا اقدمه حتى للكيانات الزراعيه اللي انا شغال معاها من سنين. بحاول اكمل اضافات تكون موجوده بمركبات جديده لكل مرحله. يعني دي هويه العمل بالنسبه للشركات العالميه، فعلا هي بتشتغل على فكر شركه وهويه شركه، مش منتج بس، في خدمات بتتقدم على بيع المنتجات كمان، الدعم الفني، خدمه ما بعد البيع، وإيجاد الحلول المتكاملة اللي بتخدم المزارع المصري، دي من أهم الأشياء التي هو بتهتم بيها. عايزين نعرف الدعم الفني عند حضراتكم في الشركة عامل إيه؟ لا، إحنا عندنا تيم دعم فني قوي ليهم دور طبعا كبير جدا في زيارة المزارع، وزي ما حضرتك قلتي الخدمة ما بعد البيع، فطبعا أنا متواجد في المزارع بتيم الدعم الفني وبتيم المبيعات. تيم الدعم الفني بيسبقني بخطوه على اعتبار ان هو بيشوف ايه المشاكل اللي بتبقى موجوده في المزارع وبنحلها، حتى لو انا هعمل طلبيات خاصه لمواد معينه تخليني ان انا اقدر احل المشكله دي، فهو بيبقى شغال وسابقني بخطواتي. عايزين نعرف برضو ان شركه طيبه من اهم الشركات اللي بتشارك في معرض جروتك الدولي اللي هيقام في انطاليا بتركيا في الفتره من 24-27، عايزين نعرف المشاركه السنه دي هتبقى من خلال الشركة ازاي؟ ان شاء الله متواجدين في المعرض السنة دي، وان شاء الله يكون تواجد بإذن الله زي السنين اللي فاتت اللي احنا اشتركنا فيها بمصدر قوة كويس ان شاء الله. بنشكر المهندس هاني الشيخ على هذا اللقاء السري، ودايما طيبة للتجارة والتوكيلات بتقدم لزارعينا كل الحلول اللي بيحتاجوها لحماية محاصيلهم. شكرا لك. سلام يا فندم، شكرا، نورتنا.